بتحبكش تجيبها، الخط ما بتحبكش تجيبها. تم توزيع 2180 جرعة ضد هذا المرض الذي تم استعماله على مستوى محيط البؤر التي ظهرت على مستوى الولاية. اليوم رانا في الميدان، عندنا لجنة ولائية مكونة من طرف المصالح الفلاحية والبيئة والغابات للحد من انتشار هذا المرض واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والصحية في الميدان. كذلك الحث على استعمال مادة الدلتاميترين للقتل والحد من انتشار البعوض على مستوى الإسطبلات. المرض هذا جاء شوية من جوا لهنا، يعني من جوا بدأت الساعة تطيح في المنطقة هذه، ساعة تطيح هشة، ساعة زوج، ساعة كذا.